صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم دخول غير المسلمين حرم المدينة النبوية؟ لا بأس، لا بأس أن يدخلوا، إنما منعوا من الدخول في الحرم المكي، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأما حرم المدينة فإنهم كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، في مسجده، فإذا دخلوا لا، ما في مانع. نعم.